السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع لسه في يومه التاني، كان فاتح امبارح بالليل. الموقع زي ما انتم شايفين كده، دي واجهته من الخارج. الموقع بتيجي تسجل فيه، طبعا دي الإحصائية بتاعته، مستخدمين جديد على الإنترنت، بداية المشروع الاحتياطي، وعندكم الفي كي والخدمات التواصل معاهم. بنحط هنا رقم محفظة الباير، وبنحط هنا الرقم اللي هو قدامنا ده. انا اودعت 10 روبل تجربة في الموقع، هودع 10 روبل تجربة في الموقع. هنبدأ 10 روبل تجربة في الموقع. الموقع زي ما انتم شايفين ده شكل الموقع. ولو احنا عايزين نعرف هنربح قد ايه مع استثمار في الموقع، لو احنا هنا حطينا مثلا 100 روبل، هيقول لك ارباحك في اليوم 33 روبل، وفي الساعة 33. لا هنشوف، ترجم كده باللغة العربية اهو. الدخل اليومي هيبقى 33 روبل، الدخل لمدة 3 ايام هتكون روحت خدت ارباحك 100 روبل. بعد كده الربح هيبقى ليك مكسب من الموقع. ان شاء الله الموقع يستمر معانا، لو استمر حتى 5 ايام يبقى احنا المستفيدين منه. هنيجي من هنا يا شباب، هنا طبعا دي الصفحة اللي احنا عليها. بعد كده هنا صفحة السحب، من هنا يا شباب لازم الحد الادنى يكون 1 روبل للسحب. من هنا اي سحب هتعمله هتلاقيه في الخانه ديت، ومن هنا الدعوات، رابط الاحاله بتاعك اهو، 3 مستويات، ومن هنا الخروج. هنيجي من هنا يا شباب ونحط 10 روبل تجربه في الموقع. هنيجي من هنا كده وهنعمل اعلى ما يصل اليه، هيبقى ارباحي في اليوم 3 روبل و33 سنت. يا شباب نحدد الروبل، هنقول له تمام. بعد كده يا شباب هننزل تحت ونؤكد الايداع. معلش النت واطي شويه. اهو يا شباب كده بعد ما اودعنا 10 روبل، هننزل تحت كده هنلاقي هنا الوديعة اهي، 10 روبل، وهنا الرصيد المجاني. كده بيقولي لمدة يومين هيبقى 7 روبل، لمدة يوم واحد، لمدة ساعة 14 سنت، مدة 3 ايام 10 روبل، والمدة 12 يوم او لمدة 12 ساعة هيبقى 1 روبل، لمدة 3 ايام 10 روبل. دي الديت يا شباب كده اللي يعتبر الالة الحاسبة اللي تقولك ارباحك قد ايه من الوديعة اللي انت هتودعها في الموقع. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله.